أساطير العراق، ثوار العشرين، فرسان ليسوا كالآخرين، جال العراق طولا وعرضا على ظهور الخيل، مستمدين العزيمة من أصالة أرضهم العريقة، حياتهم تختصر بكفاحهم المسلح، فمن بطون العشائر خرج رجال افترشوا الأرض، وخلفهم نساؤهم تؤازرهم، وامتزجت الأهازيج لتكون صرخة مدوية ضد أشرس احتلال. اتحد الجميع فوق تراب العراق، وسطروا أروع ملاحم البطولة والفداء، وكتبوا قصة ثورة خالدة، ثورة العشرين، 100 عام على الثورة.